جاياردو المدير الفني للاتحاد اثنى على كريم بنزيما، شايف واغلق يعني ملف انتهاء الازمه، شايف ان الازمه اصلا اللي فيها دايما بنزيما سواء مع نونو سانتو قبل كده او جاياردو سببها ايه بالظبط؟ انا شايف من بدايه وجود بنزيما في الاتحاد في ازمه ثقه، حتى ترى هذه الأزمة انتقلت للجمهور. يعني أنا مش حاضر مباراة الاتحاد والوحدة في الملعب، الجمهور بصراحة يعني ما هو متقبل بنزيما، وأضف لذلك ضياع البلنتي. يعني أحيانا تفقد الجمهور يفقد الثقة في لاعب في فترة ثم يعود اللاعب مرة ثانية لتأثيره لتهديفه، لكن عندما يستمر مسلسل إضاعة الفرص، ضربات الجزاء، الأخطاء اللي تحصل من اللاعب الغريبة اللي يعني ما هي مألوفة عنه، فبالتالي جالسة تهز الثقة. لذلك جالس المدرب والذات المدربين اللاتينيين دائما العامل النفسي عندهم يلعبون على العامل النفسي. وأنا أمس حاضر المؤتمر الصحفي لنونو جاياردو بعد المباراة تحدث عن أهمية العامل النفسي. يعني أنا أمس شفت المدرب مغرق أو شغال أو يتكلم عن العامل النفسي أكثر من كلامه على الجانب التكتيكي والفني، فبالتالي ألاحظ أنه شغال عن الجانب النفسي والعامل رفع الروح المعنوية. شايف أن ممكن بنزيما يخرج من الاتحاد بنهاية الموسم ولا صعب؟ صعب، بس كل الخيارات قائمة، خصوصا شوف ترى احيانا في حالتين احنا نتحدث عنها. الحالة الاولى انه ما يكون عندك هداف الا بنزيما، فبالتالي الجمهور يحاول انه يدعمه ويصبر عليه، يعني يقول لك ما عندي خيار اخر. لكن في الاتحاد في خيار تهديفي قوي جدا، تكلم ممثل بعبد الرزاق حمد الله.